بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم دكتورة منال الدين، عميد كلية التنمية والعلوم الإنسانية بجامعة باشن العالمية المفتوحة. الحقيقة أنا بيساعدني أن أنا أعلن تدشين بداية كلية التنمية والعلوم الإنسانية بجامعة باشن، الكلية اللي يمكن كتير انتظرها وكتير سأل عليها. الحمد لله رب العالمين، حاليا دلوقتي أقدر فعلا اطمن وانا بعلن عن قيام هذه الكليه وانشائها واستعدادها لاستقبال الطلاب من جميع انحاء العالم، سواء العالم العربي او العالم الغربي، اخواتنا واحبابنا في كل الدول العربيه المشتاقين لتعلم العلوم الانسانيه ودراستها، يقدروا دلوقتي يقدموا ان شاء الله في الكليه. عندنا بندرس علوم مختلفة، عندنا ثلاث أقسام أساسية في الدراسة، من قسم علوم الدماغ ونقاط القوة، والقسم الصحة النفسية، وقسم التنمية الذاتية. اشتمال المناهج على الثلاث أقسام تعتبر تجميع كامل وشامل لما يحتاجه الإنسان في حياته، إن هو يبقى إنسان فعلا قادر على التعامل مع نفسه ومع الآخرين، متصالح مع نفسه ومع الآخرين، عارف نقاط قوته وضعفه، عارف ازاي يبقى عنده صحة نفسية ويقدر ان هو يساعد الآخرين كمان، ويبقى مؤهل انه يكون متخصص في المجال. كتير سأل عن المناهج بتاعتنا وعن الكلية واشتاق للدراسة، لان يمكن فكرة التنمية البشرية في الفترة الأخيرة لاقت شوية من المسائل الغير دقيقة، بقت مجرد برامج ليست لها هدف وليست علم قائم. الحمد لله قدرنا ان احنا نحدد الدراسة بشكل علمي بشكل أكاديمي يقدر يحقق المعادلة الصعبة ما بين دراسة الحياة ودراسة العلوم الأكاديمية. كل من له اشتياق وحب وشغف للدراسة، مهما كان عمره، مهما كان سنه، مهما كان جنسه، في أي وقت يقدر يلتحق معنا ويقدر انه هو يحقق حلمه ويملى شغفه اللي هو اللي كان فعلا نفسه يعمل ونفسه يدرسه. هيلاقي كل المساعدة الحقيقية، هيلاقي فريق متخصص من الدكاترة والأساتذة المتخصصين كلهم في مجاله وكلهم في القسم الخاص بيه، اللي يقدر يقدم العلم الحقيقي اللي أقدر فعلا أكون مطمنة إن إحنا أدينا رسالتنا. مستنيينكم في انتظاركم، وخليكم معنا إن شاء الله واستقبال طلباتكم في كلية التنمية والعلوم الإنسانية جامعة باشن العالمية المفتوحة. والسلام عليكم ورحمة الله.